الكازاخستان جذب الاستثمار طبعا هذا من المهمات الأساسية لكل الدولة. وكازاخستان من في خلال 20 سنوات الأخيرة 20 سنة الأخيرة جذبت 280 مليار الاستثمار المباشر من دول الأوروبية والغربية يعني من دول الأوروبية والأمريكا ودول آسيوية. وطبعا احنا أنشأنا وعملنا الشروط للمستثمرين يعني كل التسهيلات الموجودة يعني مثلا هناك يعني المستثمر حيتم الإعفاء عن كل ضرائب له خلال 10 سنوات يعني ما يدفعش أي ضرائب يعني بعدين يعني هناك تسهيلات كبيرة كتير قوي يعني خلافه. فالمناخ الاستثماري في كازاخستان جيد جدا وهذا هو سبب الجذب الاستثمارات بهذا الحجم الضخم. أعلم أنه جميع دول الاتحاد السوفيتي السابق كل حجم يعني أقل من كازاخستان وحده بالاستثمارات هكذا. ولا الآن على فكرة خلال أيام المقبلة يعني خلال تقريبا أسبوع القادم سوف يزور الكازاخستان الوفد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال المصريين برئاسة نائب الأول مساعد الأول للوزير تجارة وصناعة أحمد طه وما يزوروا أستانا وسوف يقابلوا هناك المجموعة كبيرة من الرجال الأعمال لكي هذا هو شيء مجال جديد جدا سوف ننشئ الصناعات المشتركة الصناعات المصرية على فكرة بضائع المصرية سوف يعني ستصنع في كازاخستان وبعدين تنشر في منطقة آسيا الأوسطى ومنطقة الاتحاد الأوراسي الاقتصادي. الآن تعرفون احنا روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وأرمينيا ومصر الآن مش عضو مصر الآن يعني تقيم بالمفاوضات حول توقيع على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوراسي الاقتصادي وإن شاء الله قريبا سوف نوقع على هذه الاتفاقية. وطبعا هذه الاتفاقية تسمح لنا بإعفاء من الضرائب وعناية من أكيد يعني سوف يزيد التبادل التجاري بين مصر ودول الأعضاء.